العرج. ما هو الأعرج التاني بقى اللي بيدرس الحياة الدنيا وزينتها وبيؤدي إلى نفع كبير جدا، لكنه عن الآخرة هو غافل. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما هو ده نوع من أنواع العرج. فبيروح ويكتشف الدواء المناسب، أهلا وسهلا، وله أجره عند الله سبحانه وتعالى على هذا الاكتشاف، لكنه مع ذلك لا يأبه بالأخلاق مثلا، أو ينكر الله سبحانه وتعالى، أو ينكر الديانات. فهذا الإنسان هو عنده نوع من أنواع العرج المعرفي. ليس معنى هذا أن نقطع رجله التانية. الرجل اللي هو معاه دي رجل صحيحة، ورجل إحنا ده إحنا عايزينه حافظ عليه، لأنه لو اتقطع الرجلين مش هيبقى إنسان، ده هيبقى كوم كده مكوم غير مفيد. فيبقى إذن علينا أن نفهم هذا الكلام، نفهم أننا أمام عرج معرفي، وهذا العرج المعرفي بندعو إلى كماله وليس بندعو إلى قطع الرجل الأخرى. فالناس يقولوا الله يعني مش عاجبكم الناس اللي اكتشفوا واخترعوا ووصلوا بالإنسان إلى الرفاهة. لا، عاجبنا إنه الرجل دي شغالة، لكن لابد أن يضاف إليها حتى يصل الإنسان إلى سعادة الدارين الرجل التاني. وكلامنا دلوقتي معاهم في الرجل التانية، مش في إنه هو ينفي الرجل الأولى. وتملي بنقول كده، نقول إيه؟ نقول واحد بيشرب خمرة وبيصلي، نأمر بالمعروف ونقول استمر في الصلاة. ما نقولوش انت بتشرب خمرة بتصلي على ايه بقى، ده كده هنأمره بالمنكر وهننهاه عن المعروف. دائما نحن مع الإيجاب لا مع السلب، نحن مع البناء لا مع الهدم. فالشخص اللي توغل في الدنيا وفي عمارتها احنا مش ضد، اهلا وسهلا، ولكن نضيف الى هذا عمارة الآخرة.